ولرمضان خصائص عظيمة جدا، استحضارها واستذكارها يزيد من شوق المسلم لرمضان ومجيئه، ويصلح أيضا من استعداده وتهيئه لهذا الشهر المبارك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لكنني أقتصر على واحد منها نعيش مع معانيه ودلالاته وهداياته، راجين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين وأن يجعل ذلك باب خير لنا أجمعين. روى الإمام الترمذي في كتابه الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا حديث جامع عظيم في بيان خصائص هذا الشهر المبارك. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رمضان قد جاءكم، ثم ذكر خصائصه. قد قال بعض أهل العلم: هذا أصل في صحة التهنئة برمضان والاستبشار بقدومه والفرح بمجيئه، وأن مجيئه كمجيء أعظم ضيف عزيز بل هو أعز. وإذا كان الشخص الكريم يتهيأ لأضيافه تهيئا حسنا جميلا ويستعد لمجيئهم بأنواع الحفاوة والتكريم وحسن الضيافة، فإن رمضان أولى بذلك، فهو ضيف عزيز وعظيم الشأن، علي المكانة، رفيع القدر، له حقوق، له خصائص، أمور عظام ينبغي على الأمة الإسلامية، أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تعظم هذا الشهر الكريم وأن تعرف له قدره ومكانته. هذا رمضان قد جاءكم. ثم تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا كان أول ليلة، لتدرك من هذا أن فضائل رمضان العظيمة وخصائصه المباركة تبدأ من أول دخوله، أول لحظة يدخل في هذا الشهر تبدأ البركات، تبدأ الخيرات، تبدأ الخصائص العظيمات، إذا كان أول ليلة، ثم تمضي مستمرة هذه الفضائل، هذه الخصائص في الشهر كله. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، أي وضع لهم الأصفاد والسلاسل والقيود، وبها لا يتمكنون من التحرك والانطلاق الذي كانوا يتحركونه في غير رمضان. وهذه بركة في الشهر، بركة في الشهر أن الشياطين سلسلت وصفدت وقيدت، والمصفد لا تتعطل حركته تماما لكنها تضعف ولا يتمكن من أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه قبل أن يصفد. ففي رمضان تصفد الشياطين ومردت الجن، وهذا مما يحقق
المسلم عافية وسلامة عظيمة في هذا الشهر من كيد الشياطين وشرورها ونفثها وهمزها ووساوسها، والسلامة من شرورها وأذاها، فيكون في عافية وسلامة من ذلك.